بعدما تعرفنا على سنن الوضوء لابد أن نتعرف على النواقض. أنا الآن توضأت أتيت بالسنن في الوضوء وبأركانه وأنا الإنسان أنا الآن متوضئ. طيب ما هي الأشياء التي إذا فعلتها أو فعلت بعضها انتقض الوضوء؟ نبدأ كده مع بعض نتعرف على نواقض الوضوء. أول ناقض خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين. خروج البول أو الغائط أو الريح من الإيه؟ من السبيلين. الله عز وجل قال إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط كناية عن قضاء الإيه؟ عن قضاء الحاجة. وأجمع العلماء على انتقاض الوضوء بالإيه؟ بخروج الإيه؟ بخروجهما من السبيلين اللي هو القبل والدبر. أما خروجهما من غير القبل والدبر كالخروج من جرح في المثانة أو في البطن فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة فيها خلاف. يعني إنسان مثلا خرج شيء من هذا، إنسان عنده الفتحة فيها مشاكل ولا عنده شيء، فبيخرجوا له هذا الخارج من مكان آخر، فهل هذا الخارج إذا خرج من مكان آخر أو كان هناك مثلا دم أو شيء من هذا يخرج أو قيح أو صديد يخرج من البدن أو نجاسة تخرج من البدن من غير القبل والدبر، هل هي من مبطلات الايه؟ من مبطلات الوضوء أم لا؟ الإمام أبو حنيفة لأنه العبرة عنده بالايه؟ بالخارج النجس ليس بالموضع، فقضى بأن كل نجس يخرج من البدن ولو من غير القبل والدبر فهو الإمام أبو حنيفة اعتباره بالايه؟ بينظر لايه؟ للخارج الذي يخرج، فلا عبرة له بموضع الايه؟ الخروج. أما غيره من الأئمة والفقهاء فإنما ينظرون إلى الموضع، فما يخرج من القبل والدبر حتى ولو لم يكن بولا أو غائطا فهذا ناقض للإيه؟ هذا ناقض للوضوء. من ذلك مثلا الريح، هذا ليس ببول ولا بغائط لكنه خرج من الدبر يخرج من الأسفل فهذا ناقض للوضوء. استدل على ذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان هناك رجل من حضرموت فقال ما الحدث يا أبا هريرة؟ أن أبو هريرة رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الحدث؟ فسيدنا أبو هريرة فسر الحدث فقال إيه؟ فساء أو ضرات. خلاص واضحة هذه؟ والفساء والضرات ليس إيه؟ ليس بولا أو غائطا. لكن إذا خرجت الريح من القبل فالجمهور أنها تنقض الوضوء من الأمام يعني، وقال أبو حنيفة وغيره لا تنقض الإيه؟ لا تنقض الوضوء. خروج المني والودي والمذي. خروج المني وإن كان طاهرا كما قلنا إلا أنه خرج من مخرج البول من مخرج البول فهذا موجب للإيه؟ هذا ناقض للايه؟ ناقض للوضوء. وكذلك الايه؟ وكذلك الودي والمذي الذي ذكرناه انفا. دليل ذلك ما جاء في الحديث ان علي رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسال فقال توضا واغسل ذكرك، وفي روايه واغسل ايه؟ مذاكيرك، ذكرك او مذاكيرك. يبقى يتوضا. ليه يتوضأ؟ معنى أن كل توضأ دل ذلك على أنه إيه؟ على أن الوضوء قد انتقض. نأتي إلى مسألة كذلك هي مسألة فيها خلاف وخلاف شوية طويل ولكن نحاول أن نجمله. النوم هل هو من مبطلات الوضوء من نواقض الوضوء أم لا؟ قل لك استنى علي شوية متستعجلش، هذه مسألة ذكر فيها ثمانية أقوال. عرفت بقى؟ في جماعة مباشرة زي حالتك كده قالوا إيه؟ لا يعني لا ينقض الوضوء مطلقا حتى ولو نام من بعد صلاة العشاء حتى الفجر. خلاص خلي بالك من الأقوال هذه بنبدأ بيها، ها مش عايزكم تتوهوا معانا، عدوا ورايا حتى ما تتوهوش. القول الأول ومش هنتعرض للأدلة لكن هنأتي بالقول الراجح وهنتعرض له إن شاء الله. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. مطلقا يعني نام شوية نام كتير نام قاعد نام واقف نام نايم نام راكع نام ساجد فهذا وضوءه إيه؟ لا ينتقض. القول الثاني
أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. إيه اللي فهمته؟ في فرق؟ في فرق ولا لا؟ لا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. يعني أنا الآن وأنا مثلا جالس كده عند فأنا هكذا خلاص انتقض الوضوء علي مباشرة، راح إيه؟ ما دام عيني راحت يعني، خلاص ما دام أنا نمت فمعنى ذلك أنه علي أن أتوضأ. هذا القول الثاني. القول الثالث قال لك لا، خلي بالك إحنا الكلام هذا يعني بعيد وهذا بعيد شوية، خلينا في الوسط، خلونا في الايه، في الوسط. فقالوا كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض. كثير النوم ينقض بحال، بكل حال، وقليله لا ينقض. يعني انا لو اعمل كده وانا قاعد مش هينقضش الوضوء، انا جالس شويه انتظروا عيني غفلت ولا ملت شويه كده ولا كده ما ينقضش، هذا شيء بسيط. لكن واحد نام وقاله ساعه نايم ولا ساعتين نايم، فهذا وقت ايه، وقت كثير، ونام كثيرا فهذا وضوءه ينتقض. القول الرابع قال لك لا لا لا، المسألة غير كده. اللي نايم اللي نايم لا ينتقد وضوءه إلا إذا كان مضطجعا أو متكئا. اللي قاعد على كرسي زي حالاتي لو نمنا خمس ست ساعات على هذا القول ما إيه؟ لا ينتقد وضوءه، لأن أنا أهو مش مضطجع. لكن واحد مثلا يعني كيف إخواننا جالس شوية عمل كده وصوت راسه نزلت، خلاص حتى لو نام دقيقتين اتنين على هذا القول معناه انه ايه، ان وضوءه قد انتقض. القول الخامس قال لك لا، النايم الراكع فقط، الراكع والساجد هو الوضوء ينتقض. يعني لو نام هو راكع ولا ساجد وضوءه ينتقض، ما عدا ذلك لا. القول الثالث لا ينتقض الا نوم الساجد فقط. ليه؟ لان قال لك الساجد والراكع مظنة خروج الايه، خروج تفلت الريح منه هو نايم بيبقى سهل، بخلاف واحد يعني قاعد وكده يعني. القول السابع قالوا لا ينقض الوضوء، لا ينقض النوم في الصلاة، في الصلاة بحال وينقض خارج. قال لك لا، إذا كان يصلي ونام في الصلاة صلاته تبطل وينتقض وضوء، أما إذا كان خارج الصلاة فصلاته لا تبطل. القول الثامن لا ينقض النوم، أو لا ينتقض النوم إذا النائم، لا ينتقض النائم إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة أو خارج الصلاة قل أو كثر. ما دام جالس وممكن نفسه في الأرض، نام بقى طويل نام قليل، فهذا إيه، هذا لا ينتقد وضوء، ما عدا ذلك ينتقد وضوءهم. طيب إيه هو القول الراجح في المسألة هذه؟ بالنظر إلى الأدلة كلها والجمع بينها، جمع بين هذه الأدلة كلها، بين من قال بمطلقا ينقض أو مطلقا لا ينقض أو ما إلى ذلك، جمعا بين هذه الأدلة، فالقول الراجح والله أعلم أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، إنسان نام سواء كان بقى مضطجع أو جالس أو جالس ممكن مقعدته من الأرض، أو كان متكئا، أو كان واقفا، أو كان ساجدا، أو كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، إذا نام واستغرق. طيب الاستغراق كيف نحسبه؟ ده مسألة نسبية، كيف نحسبه؟ حس أن الرجل مثلا لو ماسك حاجة في إيده، فرضا انا جالس وماسك حاجة في ايدي كده، علامة الاستغراق في النوم ان الحاجة اللي تسقط، انه اصبح الان غير مدرك. من ذلك انه مثلا لو ان احنا بنتكلم بجواره وبعد خمس دقايق فيقناه يا فلان اصحى اصحى، فيق استيقظ، ايه اللي صار، ايه اللي، طيب احنا كنا نتكلم فيه مش عارف انا ما ادريتش، معنى ذلك انه ايه، انه استغرق في نوم. انما النوم الخفيف يعني واحد بيغطس كده وهو قاعد، لان وردت احاديث كما قلت، ما اردت ان اتعرض للاحاديث الوارده، ان احاديث صحيحه تثبت ان النوم، ان النوم لا ينقض الوضوء. الصحابه كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عليهم لصلاه العشاء، وكانوا يعني يغطون يخفقون في يخفقون رؤوسهم رؤوسهم وهم نائمون، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم وما يتوضا منهم احد. طيب فهذا يبقى أخذنا منه أن هذا النوم كان غير مستغرق. يبقى النوم المستغرق اللي الإنسان فقد معه الإدراك والإحساس، هذا الذي ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف الذي يدرك صاحبه ويسمع الأصوات وتبين ما ليس ما يدار حوله وما إلى ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه. يعني انا ما اقدرش احكم عليك الان وانت نمت جلست شويه ونمت اقول لك يا فلان قم اتوضا، ها، لا استطيع، لا اقدر.
لكن ممكن اسالك يا فلان انت كنت نايم سمعنا؟ اه والله الشيخ كنت سمعك، انت كنت بتقول كذا كذا كذا، خلاص. طب يا فلان انت كنت نايم استغرقت في النوم ده، انت لك فتره نايم. قل لك والله انا نمت حتى انا مش داري بحالي. خلاص مش داري بحالك، ام ايه تذهب الى مكان الوضوء وتتوضا ان شاء الله. خلاص وضحت هذه؟ يبقى بدون دخول في الايه في خلافات في الاقوال المختلفه، ها، من نام نوما مستغرقا بحيث فقد ادراكه ولم يشعر بمن حوله، فهذا ايه عليه ان يتوضا، ونومه قد ابطل ايه نقض وضوءه. لكن الذي نام نوما خفيفا يعني ومعه ادراك فهذا لا يتوضا، الله اعلم. مساله اخرى من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل، سواء كان هذا الزوال يعني عقله راح، سواء كان بسكر ولا بإغماء ولا بجنون ولا شيء من هذا، فيعني هذا الايه هذا الزوال وذهاب العقل فهذا من نواقض الوضوء، يعني إذا أغمي على الإنسان فعليه أن يتوضأ بعد إفاقته. من نواقض الوضوء مس الفرج بلا حائل سواء بشهوة أو بدون شهوة، وهذه طبعا كذلك مسألة فيها ايه فيها أقوال أربعة. مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ها، ينقض إذا كان الذكر إذا كان المس بشهوة، ولا ينقض إذا كان بدون شهوة. الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، هذه أقوال أربعة. ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، إذا كان بشهوة ينقض، إذا لم يكن بشهوة لا ينقض، يستحب وليس بواجب. الرأي الراجح في هذه المسألة والرأي الايه الأخير، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن صالح رحمه الله، ورجح أن الرجل إذا مس ذكره أو فرجه، هذه مسألة طبعا يشترك فيها الرجال والنساء، يعني هذه مسألة يشترك فيها الرجال، فإذا مست المرأة فرجها أو إذا مس الرجل ذكره، فإذا كان المس بشهوة وجب عليه الإيه وجب عليه الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة عن غير قصد فيستحب له ذلك ولا يجب عليه، فإن لم يتوضأ فله أن يصلي بوضوئه، وهو صحيح إن شاء الله رب العالمين، واستدلوا على ذلك بأدلة. هناك فوائد نذكرها في هذه النقطة. المرأة إذا مست فرجها تتوضأ كالرجل تماما بتمام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا مست المرأة فرجها توضأت. مس فرج الغير ليس بناقض في الوضوء، مس فرج الغير ليس بناقض في الوضوء، فلا دليل على انتقاض الوضوء به، لا دليل على انتقاد الوضوء به إلا إذا أمذى أو أمنى، فهذا مسألة أخرى. فإذا توضأ فلنزول الايه المذي، وإذا اغتسل فلنزول الايه فلنزول الملي، أما مجرد المس فهذا ليس بناقض على الراجح، هذا ليس بناقض على الايه على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك مثلا الأم لو بتغسل ابنها ولا بتغسل بنتها ولا حاجة صغيرة فوضوءها باق ولا ينتقد، وضوءها باق ولا ينتقد. مس الفرج يستوي فيه الخطأ والعمد، يستوي فيه الخطأ والعمد، وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو من تعمد المس وقصده، ولكن هذا خلاف الراجح. المس من فوق الثوب لا ينقض الوضوء. مس الدبر حفظكم الله رفع الله قدركم لا ينقض الوضوء، مس الدبر لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة إنما هي في مس الإيه في مس القبل لا في مس الدبر، والله تعالى أعلى وأعلم. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، وهذه مسألة ذكر فيها كلام، ولكن الراجح من أهل العلم أن من أكل لحم جزور فليتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في جمع من الصحابة، وهذا كان علة أمر الصحابة بالوضوء من إيه من أكل لحم الجزور اللي هو لحم الجمل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة وكانوا يأكلون لحم جزور، فيعني أخرج أحدهم ريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جميعا بالوضوء حتى لا يحرج هذا الذي إيه قد أخرج. ولكن هذه قصة غير صحيحة، هذه قصة غير صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم.